شيء، يلا خذي حلاوه، تعالي خذي كلي. صدق الله العظيم، شاطره فطامي، حفظتي هالصوره اليوم، باتب بنكمل باقي الصور. يلا فطامي، انا الحين بروح المطبخ بسوي الفطور عشان قرب الاذان، فانت الحين رتبي الصاله. اوكي اوكي. نويانا في هالوقت غريبة، منويا في هالوقت الظهر والدنيا رمضان. فطامي روحي افتحي الباب وشوفي منو. اوكي. وين ماما؟ ها حي بلادوها. ماما جارتنا. جارتنا؟ هلا يا جارتي، خير ان شاء الله. هلا هلا الغالية، خير ان شاء الله. انا عندي مشاوير مهمة وما اقدر ااجلهم. عادي بنات المؤدبين، بتجلسون عندك بالساعة. عادي عادي حياكم. سكتوا سكتي سكتي سكتي. اسفين اسفين. صدقيني صدقيني، ترى بناتي صدق مؤدبين، ما راح تحسين فيهم، نسمة خفيفة على القلب. ما شاء الله عليهم، ولا يهمك، خلاص انا بخلي فطامي تقعد وياهم وانا كل شوي بشوفهم. مشكورة مشكورة، بس انا بكون عندك، اتاخرت، مع السلامة. حلولة اقرب قصة بعطيكم الوان. أنا ألواني كلها، أنا أبلون الحين، كل ألواني ما بتيجي، ما با، ما جاي مواني، هي دنيا، الدنيا، هاي كل ألواني ما بتيجي يا. بس خلاص اسمع صوت، ليكون عيال دانا خليني اروح اطمن عليهم، ليكون بنات دانا خليني اروح اطمن عليهم. ايه شو صار هني؟ ماما مشاغبين، خربوا البيت. شوفي شوفي هذا شو تسوون؟ لا 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 خليكم مؤدبين، يلا اقعدوا. خلاص اللي بتقعد شاطرة بعطيها حلاوة. يلا قعدوا، شو تحبون ترسمون ولا تقرون؟ حلاوة. أول شي خلكم شاطرين، يلا تعالوا لونوا، عطني كتاب. يلا تعالوا لونوا، لونوا هالصفحة كلها بسرعة، أنا بسير للمطبخ، لا تشاغبون. فوق الطاولة، يلا تعالي. ما في لوب، أنا أنا بروح. ياي يلا تعالي. برم 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 برم. يا الله مرة ثانية سووا إزعاج، أخاف يصير فيهم شيء. يا تي دولو يا تخالة. بنخوف خالة. اصبري طيب شو. يا الله وين راح؟ لا لا هيا بسم الله، خليكم مؤدبات، لا تروحون هاي الاماكن الضيقة، يلا تعالوا بسرعة. لا لا لازم اتصل في امهم ضروري. لازم ادق في حق امهم. تليفوني يرن، صبري لحظة. الو الو، هلا دانا وينك؟ هلا هلا يا ام فطامي. لو سمحتي يا دانا لا تتاخرين. الحين جاية، بس باقي يد. يد؟ انتي وين؟ تعرفين انا في الصالون مسوين عرض.
واريد الحق العرض يا ام فطامي. يلا عيال تشتاقون، تعالي البيت بسرعه. يلا اطفالي لا تشاغبون، يلا مع السلامه. بعد سلام بتخرب الشغل، يلا باي باي. بسرعه غصيني ورايي شغل ثاني. يلا كلا ماما. الحين ماما بتجي. لا يلا الحين ماما بتروح. لوني روحي لوني. يلا الحين ماما في الطريق الحين بتجي. يلا قعدي لوني. يلا ليش ما كملتوا هالرسمة؟ يلا لوني. رميتوا كل الالوان. يا الله باذن ما طبخت شيء. منو جالس يصيح؟ جوجو. يا هيا شو صار لجوجو؟ طاحت فوق في الطاوله. طاحت من الطاوله؟ ليش تطلعون فوق الطاوله؟ انا قلت لكم ما تروحون اماكن خطره. شوفك حبيبتي تعورتي. يا ويلي من دانا تعورت البنت. لا بنتي لا تصيحين، خلاص الحين ماما بتي. يلا خذي حلاوه، تعالي خذي كذي عشان تسكتين بس. الحين امك بتي. الحمد لله كانها امكم جت. خلني اروح اشوف هذا اللي دق الجرس، اكيد ما في غير دانا. وينك؟ تاخرتي وايد بس ما عليك. عيالك هني اكيد بنات مؤدبة، خليني اطمن عليهم. ما قصرتي وياه. شكرا يا ام فطامي. شكرا. بس تعرفين باقي ساعه لاذان. تعرفين انا سويت اظافري. شو رايك انا وبنات نفطر عندكم؟ ها تفطرين عندنا؟ اوه نسيت السمبوسه بتحترق، خلني اروح اشوفها. واو في سمبوسه احبها يا حظي. اتصل فيني. الو الحين سويت اظافري. شو؟ بعدين بين الحين انا افطر عن جارتي. مع السلامه. والله شنتي شاطره يا ام فطامي، اكلي وايد حلو. شو داخل هني؟ ما شاء الله عليك بالعافيه يا ام هيا. وبعد سويتي زعتر وحتى صوت عجبني وايد حلو. هي خليني اكل زين، خلوني اكل زين ولا تزعجوني ولا بس بفطر عليكم بسرعه. تراني انا صايمه مصدعه من الصبح، صوت الاستشفار زاعجني. وقفي. تعالي ها تعالي انت تاخذين اكل عشان تروحي وياه. لا تطلعون الا ما اخلص اكل اول. يلا ترى اذن، تعالي يا ام فطامي. وين البنات؟ ليش هدوء؟ ما عليش ان شاء الله. يلا قعدي، احنا صايمين ومصدعين. يلا كلي ما عليش منهم. اطفال يحبون يلعبون. يا أصدقائي عند زيارة الجيران علينا أن نلتزم بالآداب وأن نقدر ظروفهم حتى نكون محبوبين. نحن الحين في دبليو تي سي مول أبو ظبي، ونحن الحين بنجرب أطول سنيقة موجودة، يعني الحين بصور لكم فيديو بنشوف منو بيخاف. شوفوا ردة فعلنا. هي وأنا وايد متحمسة كذا، حتى أنا أول ما أنا شوية خوف مع it.
أي سهرة فيها من الحب واللهفات أقصاها فيها من سوالف بناتي، اليوم رحنا أطول زحليقة في أبو ظبي في دبليو تي سي، وكنا متحمسين نجربها، بس فطامي خافت وتراجعت، لكن الموظفة شجعتها وخلاص لعبتها، وهني هي الموظفة تروينا صورنا بالفيديو، وردت فعلنا كانت وايد تضحك. سوالف بناتي، اليوم وايد استمتعنا، احنا فعالية مميزة موجودة بجانب جاليريا موي، اسم المكان وينترلاند جزيرة المارية في ابو ظبي. المكان يضم العاب خاصة للاطفال، كل لعبة بعشر دراهم بس، وفي فعاليات وايد ومميزة مثل العروض الموجودة في المسرح وفي السينما الخاصة للاطفال، وفي مطاعم ومحلات صغيرة. الفعاليات تبدأ من الساعة 3 العصر إلى 10 بالليل. المكان يستحق الزيارة.